محاولات جادة من حكومة الكاظمي لإكمال ما أعلنت عنه من برنامج حكومي يهدف إلى النهوض بواقع العراق رغم التركة الثقيلة التي استلمتها حكومته الحالية. السنة الغير كافية كانت غير كافية لتقييم برنامج حكومي لحكومة في وضع مضطرب، انهيار أسعار النفط، مشاكل سياسية، الأزمة الصحية واستمرارها. ما نقدر نقول عليه تقصير حكومي، لكن هو تركة السنوات الـ 17 الماضية كلها ألقت بأعبائها خلال هذه الأزمة، لأنه الحكومات السابقة لم تترك لهذه الحكومة شيء تبدي منه. والمنهاج الوزاري للسيد الكاظمي ترى يعد منهاج نوعا ما جريء، يعني طبيعة الحكومة اللي تشكلت في وقتها كانت ذات طابع إصلاحي، هي لم تخرج من رحم الاحتجاجات ولكن جاءت نتيجة وتحت ضغط الاحتجاجات، فبالتالي طبيعة الوعود اللي تضمنها المنهاج الوزاري كانت ذات طابع إصلاحي، وأيضا في نفس الوقت فتحت ملفات ضخمة وخطيرة للغاية وبعضها يحتاج وقت طويل جدا في سبيل أن تعمل عليها. في ذات الوقت فإنما واجه حكومة الكاظمي من صعوبات استطاع تذليل بعضها، إلا أنها أيضا تحتاج إلى وقت لإكمال البعض الآخر. هذا المنهاج فيه برامج نراها واقعية وكانت في أولويات الحكومة، مثل يعني قضية إجراء الانتخابات المبكرة وما يرافق ذلك من استحقاقات بالحقيقة، ونجحت الحكومة في ذلك نجاحا كبيرا. الحكومة لا تتحمل مسؤولية كل الخراب الذي يعني حصل في العراق، اللي هو خراب يشترك في إنجازه القوى السياسية المختلفة. ويجد متابعون أن في جميع الأحوال يطمح المواطن العراقي إلى نيل حياة كريمة بعيدة عن السجالات السياسية التي لم يقبضوا منها سوى المعاناة على مدار السنوات الماضية. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.